ونشوف المكونات مع بعض. عندي هنا خبز التورتيلا، في أبيض وفي اللي هو بر، أي شركة عندكم؟ هذا هو الأبيض وهذا هو اللي هو البر، وهذه هي الحشوة، عبارة عن جبنة قشقوان وجبنة حلوم، بقدونس، كزبرة، زيتون أسود، وزعتر، وطماطم مجفف، وفلفل أسود. الطماطم مجفف هذا يا بنات أنا جففته عندي اللي هو القلاية الهوائية حقة أديسون، مرة سويته معكم بسناب، مجرد أني أغسل الطماط وأقطع شرايح ورش عليه شوية زيت زيتون، فلفل أسود، بابريكا، وأدخله للمجففة وأخليه لين يجف تماما. بعدين شو أسوي؟ أقطعه قطع صغيرة وأحطه بزيت زيتون، أحتفظ فيه يقعد فترة طويلة. ممتاز ممتاز معك جميع الوصفات، جربته مع مع المحمرة، مع البيتزا، مع المصقعة، مع حمسات الباذنجان، حطوا مع أي شيء، حتى فوق شوربة القرع، جدا لذيذ. برش اللي هو الفلفل الأسود، وحط زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين أخلط المكونات كلها مع بعض. الحشوة هذه يا بنات لذيذة لذيذة، للسندوتشات، للتورتيلا، وجدا سريعة، يعني برمضان ما تاخذ وقت، والأيام العادية جربوا سووها فطور. بس أبيكم تشوفون من قريب، ما شاء الله تبارك الله، الريحة الريحة شهية. هذا هو الزعتر، بس مجرد أن أفتح بالشكل هذا. الحين برف معكم واحدة، فردت حبة التورتيلا، بعدين أحط الحشوة، يعني مو بالطرف، شوي بعيدة عن الطرف. بعدين نثنيها شوي من هنا، بعدين نبدأ نرف. بس نخليها على الوجه هذا. تقدرون انتم اذا انتم ما تبونها مثلا تنفك، تتاكدون تحطون شوي هنا طحين وماء، بس انا بدخلها بالكباسه بالشكل هذا. بنات بقول لكم ملاحظه بالنسبه لخبز التورتيلا، لما تجين تحشينه خلي الوجه المستوي من الداخل، والوجه اللي اقل استواء وتحمير خليه من برا، لانه هذا هو اللي بنحطه على الكباسه فبيتحمر، فاحنا نبي هذا تكون التحميرة داخل. السيف جاليري ولها عدة أوجه، ممكن تسوون فيها وافل، ممكن تسوون فيها توستر، اللي تبون. فأنا بنتظر بس يسخن، بعدين بحط السندوتشات على الجهتين. وكذا تكون وصلت.